أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. أكدت مصادر إعلامية أن الاشتباكات التي شهدتها أحياء مدينة الرقة بين قوات سوريا الديمقراطية وتنظيم داعش أسفرت عن قتل 32 فرداً من داعش، بالإضافة إلى تدمير عربتين مفخختين تابعتين للتنظيم. هذا وتمكنت قوات سوريا الديمقراطية من تقسيم الرقة إلى قسمين مع استمرار العمليات المدعومة من القوات الأمريكية. توقع مجلس محافظة نينوى نزوح 25 ألف شخص من أهالي قضاء تل العفر بالتزامن مع انطلاق عمليات تحريره، مؤكداً التنسيق مع وزارة الهجرة والمهجرين بشأن توفير المخيمات والاحتياجات الضرورية. وقال مصدر أمني أن القوات العراقية مستعدة لبدء عملية تحرير تل العفر وتنتظر الضوء الأخضر من رئيس الوزراء حيدر العبادي. أكد الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أن أفضل سبيل لدولة قطر للخروج من الأزمة الحالية العمل بجدية لتبديد مخاوف جيرانها من زعزعة استقرارها كدول ذات سيادة. جاء ذلك خلال لقاء مجموعة من المسؤولين ورؤساء التحرير بوسائل الإعلام الهندية في ختام زيارته لجمهورية الهند التي استغرقت يومين. لقي 15 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب نحو 40 بجروح متفاوتة جراء انفجار عنيف في مدينة كويتا جنوب غرب باكستان. وأوضحت الشرطة الباكستانية أن الانفجار وقع على أحد الطرق أثناء مرور شاحنة تقل جنودا من رجال الجيش، وأدى إلى جانب الخسائر البشرية إلى تدمير العديد من السيارات وتحطم زجاج المباني القريبة. قالت الشرطة الأمريكية إن شخصين لقيا حتفهما إثر تحطم مروحية تابعة للشرطة بالقرب من مدينة شارلوتسفيل بولاية فيرجينيا، ولم يعرف بعد سبب الحادث، كما لم يتضح بعد ما إذا كان هناك أي صلة بالاحتجاجات التي وقعت في شارلوتسفيل. تحتفي العاصمة البلجيكية بروكسل بمهرجان زمن الزهور، حيث تزينت شوارعها الرئيسية بالزهور وألوانها الزاهية. ففي ميدان جراند بلاس الرئيسي بالعاصمة تزين مبنى البلدية التاريخي المطل عليه بنحو 100,000 زهرة، كما تزينت أرضية الميدان بسجادة من الألوان الخلابة جمعت بين الزهور وأنواع عديدة من الفواكه والخضروات. نهاية الموجز، إلى اللقاء.